فادات هنا في ولاد عياد ماشي ما كاسرش اخويا الراس اخوانا ضروبه ياك اخويا مرتي ضروبه هات راسنا للحليب شي مليح اخويا تنقاق اخوان شحال محسن اخويا الكرشه شحال الكرشه 40 درهم 40 درهم مليح 40 درهم مخلطه وهذا 50 درهم بوحده 50 درهم مخلطه 40 درهم انتما كما كتسمعوا الاخوان راه قال لكم مخلطه 40 درهم وبوحده 50 درهم الراس شحال اخويا محسن الراس اخويا 60 درهم 60 درهم 60 درهم شي واحد نعرفو راه تسولي 60 درهم مخلط راه 50 درهم هذاك الشيء اللي كاين راه يصبر معكم جو عند محسن هنا في ولاد عيا الجوده تنديرو الجوده والمليح وهذا الشيء راه القلب والكبده اخويا محسن شحال القلب اخويا 2400 الاخوان كما كتشوفوا ها هو المليح عند محسن هنايا في الخميس ولاد عيا الاخوان المخ ام حسين شحال؟ المخ اخويا 35 35 700 درهم الكبده والقلب قلت لي الكبده والقلب اخويا الكبده والقلب 2400 2400 الشي مخلط اخويا 70 درهم الشي مخلط 70 درهم قول مليح عند ام حسين ها الكارانتي نجي عندك ام حسين تهلا فيك مرحبا اخويا ها تما كما كتسمعوا اللي بغى شي حاجه مرحبا كرشاحه من راس الكوعين داكشي الجوده داكشي المليح هو المليح ها تما الحمد لله الجوده والمليح هات كاليتي ونقعد محسن هنا في الخميس ديال ولاد عياد الاخوان مليح اللهم بارك الاخوان الله يعمر ربي يرحم فينا ياك ام محسن امين الله يحفظك يا محسن كيدير عمي الحاج بخير لاباس كيدير الاثمنه ديال اللحم عمي الحاج واخويا 1600 1600 اللي كاينه 16 باش غادي لدارجين دابا مازال ما طاحش لا باقي شويه الرحبه مرتفعه ها انتم الاخوان كما كتشوفوا عمي الحاج هنا في الخميس ديال ولاد عياد راه عنده المليح كاليتي الاخوان ها السلعه ديال بصح عمي الحاج اجي شوف الطابق ديال الاخوان ها الطابق ديال المليح الحمراء كلها على وجهه عندهم النقاط الاخوان كلها على وجهه كاليتي 1600 درهم شي حاجه عيانه شويه ورهيفه في اللحم وداك الشيء راه تبيعو ب 15 شي حاجه اللي هي كبيره في السن ثلاثيه ولا رباعيه راه تيديري لها 70 درهم باش يقول لي البلدي والمليح ها انت شوف البلدي والمليح راه 80 درهم هذه راه صعيد الوطن 1600 اللي كاينه دابا داك الشيء راه كاليتي القرقع راسو 80 درهم الحاج هنا 80 درهم ولاد عيا شي حاجه اللي كتكون ناقصه شويه وهزيله راه تيجي 23 في شهر 2 2023 ها تما الاخوانات هذه هي الرجله راه المليح هنا ونلقى الاخوان خميس ولاد عياد الاخوان ها تما كما كتشوفوا راه المليح الله يسر عمي الحاج الله يعمر ربي يرحم فينا عمي الحاج يا ربي امين يا الله يجعل سيدي ربي شي دعوه للمشاهدين ديالنا عمي الحاج الله يجعل سيدي ربي يتكرم علينا وعلى جميع المسلمين امين الله يجعل سيدي ربي هو يرحمنا من عنده امين عمي الحاج والله يجعل هذا الغلا يتبدل بالرخاء ان شاء الله امين لا عندك شي عائله في الخارج رسميتو عمي الحاج تعطيني شي تحيه مرحبا السي يوسف اييه الحاج صالح والحاج سعيد ولاد الحاج المولودي أيه. محمد عبد الرحيم الجيلالي ابراهيم العائله اللي في الخارج كامله تنبلغ لكم السلام جاليه كامله العائله كامله مجموعه تنبلغ لكم السلام من هنا الخارج من الخميس ديال ولاد عياد من الخميس ديال ولاد عياد بارك الله فيك عمي الحاج والله يجيب لك التيسير يا رب مصطفى بخير ولا خويا السلام عليكم كي داير هنا في الخميس ديال ولاد عياد الاخوان كيدير كان باش عليك لاباس الله يحفظك اودي السي مصطفى الله يبارك فيك كي داير الاثمنه اليوم الله يبارك فيك ها شويه القاتيه شويه كرشه شحال دايره السي مصطفى كرشه خويا دايره 700 700 درهم ياك اليوم دايره 700 وكرعين شحال دايرين مصطفى 4000 ريال هذا هو الراس ديالهم مصطفى هذا هو الراس ديالهم مشري اخويا ب 60000 الفواد والراس مشري ب 60000 60 ها انتم راه مصطفى عندو النقاء الله يحفظك الحمد لله ها الكبادي تبارك الله جات الكبادي شحال الكبده مصطفى هي والقلب اخويا دايره هي والقلب بعناها ب 2000 ب 2000 ريال القلب ب 2000 عمر دابا واحد 4 كيلو ثمن 2000 اي المليحه مصطفى عندي المليحه والحمد لله والشي شحال دايره الشي اخويا دايره 12 13 12 100 13 100 عند مصطفى ها الدواره ديالو الله يحفظك الراس مصطفى شحال؟ الراس اخويا تنعمرو 1200 1200 1200 1200 الراس عند مصطفى 12 11 ها انتم كما كتشوفوا ولكن داك الشيء تزدتو غير نقير نقير مليح 1200 قلت يا مصطفى الشيء 1200 الشيء 13 12 كاع 12 13 ماكسيموم الاخر 12 كرشه 700 درهم 700 درهم هاد الكرعين شحال قلتي لي؟ عطيني خويا 4000 ريال 4000 ريال
وهذا ما خلوهم شريب 60 حي ولا شي 1000 ولا شي. كيدير السوق على السي مصطفى اليوم؟ الله يجعل البركه. شويه شويه قاعده دايره مرخوفه شويه. مرخوفه على هذا الجبال هذا الديام الديام تكون مغلى. اليوم مرخوفه القاديه. الله يجعل البركه اللي جاب الله كل نهار رزق. الدعم على المشاهدين مصطفى. الله يعم سيدي ربي يطيح بالزهر الرحمن من عند الله. امين. شراويه. امين. الله يعفو علينا. امين. الله يسمح لينا. امين. ما نرش لعنا. يا ربي ترحم فينا مصطفى. يا ربي ترحم فينا شلعنا. أيه. عندما لقيت فيه ترخفت شوية ترخفت شوية الحمد لله. ثم جو عد السي مصطفى. الله ينصر سيدنا. جو عد مصطفى راه المليع عدوا. الله ينصر سيدنا الخير موجود الحمد لله. خير موجود السي مصطفى الحمد لله. الله ينصر سيدنا الخير جاي البقر جاي الحمد لله. البقر جاي الخير جاي الله ينصر سيدنا. هذه تبارك الله معوضة علي ما بغاش يزقى. أييه الخير تبارك الله. الخير موجود الحمد لله سيدنا من ما قبل حاجة التمجيد يجري. أييه علاش بغيتي الخيرات؟ ها موجود خير موجود. الله يعمر ربي يرحم فينا ويجي وعد مصطفى لهنا مرحبا بكم.